اوكي. السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. اليوم عندنا نايت شيفت ات تشاكي تشيز في روبلوكس مثل ما وعدناكم يا شباب، واحدة من اقوى الالعاب اللي نزلت هذا الاسبوع. اوكي، فعندنا واحد من المتابعين يقول لي طبعا اذا تبغى تلعب اثنين، اتوقع ما في الا متابع واحد موجود، في متابعين ثانيين اتوقع بس هو كيلر مونستر. يلا تعال يلا تعال، خلونا نبدا ان شاء الله. تكون الحلقه خفيفه لطيفه ممتعه. زين، مثل ما انتم شايفين احنا شخصيات عملاء سري. عميل سري اقرع، والله كان العميل السري لو تحط فيه شعر نظاره. وات يمه يمه طالع عيونه. المهم يا شباب نبدأ، معانا واحد من المتابعين اليوم كيلر مونستر. أول مرة أحس أشوف هالمتابع يكون وياي، أبغاكم تفجروا هذا المقطع باللايكات. زين، بدأت الحلقة دو. إذا أنت جديد على القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات وادعس لايك، وخلونا نعطيكم صوت بعد. بوم، واو بدأنا 2006. وات نايت شيفت شباب، احنا بنشتغل حراس في مطعم، واضح شكلنا بنشتغل حراس في مطعم. من هو ده؟ لحظه، من هذا؟ هذا هو. يلا يلا تعال، وش الخطه؟ ظالمه؟ واو المكان كبير. ديم شباب، اليوم راح نلعب لعبه من افكار فناف. زين، نايت شيفت تشيكي تشيز. واو واو، من هو اللي يركض؟ كأنه ركضة فريد فوكسي. ألوها واو، ألوها تشيكي تشيز يا شباب. هذا تشيكي تشيز، هذا أخو واحد، هذه تشيكي تشيزية. لحظة، كأنهم طالعوا فيه، ولا خوف ده؟ هذا خوف، هذا كلهم يغنوا يا شباب. لحظة، ليش هذه أحسها طالع فيه؟ لا ما طالع فيه. أوكي، الدوران بطيء. لحظة، لا وات، أنا ديد، قاعد أعدل ال قاعد أعدل سرعة الدوران. الحلو انه على طول يرجعوني ما يطلعوني من اللوبي. اوكي طيب، ليش ما في ساعة؟ ما في واق؟ غريب يعني والله يا شباب. ويل اوه ماي جاد، انيمترونيك يا شباب. يا اخي احسه ما يسرع والله. اوه ماي جاد، فايند. اوكي توهم يعطون التعليمات، فايند ذا اوفيس، اعثر على المكتب. اوكي. اول شخصية صادتني يا شباب كأنها فيل، والله كأنها فيل. وين خوينا؟ لو سمحت لو سمحت لازم نشوف مكتب. يلا اتبعني، لازم نشوف المكتب. اوكي روح. توني اشوف مشيته. شوف لحظة لحظة يوسف بسرعة. ايوه هنا، فايند ذا اوفيس، فايند ذا اوفيس بليز بليز. لا يجي، لا دخلنا الحمام، احنا في الحمامات. لحظة اوكي، هو ما موجود. من بحاول اني اكون بعيد شوي. هذا المخرج. لا والله شكله سريع. بطلع يمين. ايوه شكلك شفت الاوفيس صح؟ شكلك شفت المشية. المشية والله طوله غريب. ايوه ايوه في صوت تلفون. اها يس فناف يا شباب. طيب الان هالو، سوري اي هاد تو كول يو ان تونايت، يو سي اي فاير جون، هيز نو مور، اونلي بروبلم از ذات ات ذا تايم اي ام ريكوردينج ذس هيز ستيل هير، هيز هايدينج كيز فروم مي اند جاست ميسينج اراوند، لوك اراوند فور سم كيز، تراي تو بوت ذم باك، اند هي شودنت ستيل بي هير باي ذا تايم يو ستارت، هوبفولي هي اندز هيز ليتل بروتست افتر اي ليف، اولسو ذا انيماترونكس، يو نو هاو ذي ار، ذات واز ذا ورك اوف جون از ويل. Good thing he's done here. Anyways, Aiyah, just a look around for the keys. Clean up, put them back, and see you Monday. All right, good night. Okay. يقول لي هذا شوف المفاتيح ورجعها مكانها. ليش اللعبة صار صوتها؟ أيوة. Okay. الحين اللعبة صوتها عدل. لازم نشوف مفاتيح. في جرايد هنا. Okay. وش تقول؟ Yep. Okay. لازم نشوف مفاتيح ونرجعها. نحطها في مكان معين كأنه قال يلا روح روح يا حبيبي روح. ول تشيكي تشيز ادوها. I told you to throw this out John, don't be ether. اوكي هذا واحد رسل رسالة الى جون يقول له انا قلت لك ارمي هذا، يقصد هذه الدمية ارميها وسخة مرة.
ما رماها. طيب طيب روح قدامي يلا قدامي قدامي يا طيب. او ماي جاد وش بك خايف؟ ليش رجعت؟ المهم انا بحاول ابحث. اوه انتبه يقول لي اوكي. هذا الباب مقفل. في انيمترونيك هنا. انا فردي. لازم اشوف مفتاح يا شباب. ايش مكتوب؟ No children beyond this point. والممنوع حضور الاطفال في هذه المنطقة. كان اشوف فردي قاعد. يمه. ارجع الانيمترونيك موجودين هنا. وش الحال؟ والله انا خايف. احتاج ادخل الفنت هنا شكلي. ايوه ما في فلاش لايت. ما اشوف والله ما اشوف. هلاو. طبعا يا شباب في لعبه انا المفروض العبها مره قويه وهي تعتبر الجزء الثاني ونزلت قبل كم يوم، بس قررت اني العب روبلوكس لاني وعدتكم امس اني العب روبلوكس، فان شاء الله بكره اللعبه القويه. زين هالاسبوع كله العاب قويه يا شباب، اقول لكم جهزوا نفسكم. هذا هنا الاكزيت، اتوقع هذا هو الاكزيت. والله ركبت فوقه يا شباب، خلاص لازم اروح للجهه لان طولنا نحاول. والله في شخصيات واجد. اوكي لا 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 يا شيخ، لحظه كيف اسكر البيبان؟ ما اشوف انه في طريقه انك تسكر الباب. اشوف اللي تسكر الباب. اوكي الان نحاول ندور على المفتاح يا شباب باسرع وقت ممكن. نطلع من هنا. واو 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 واو، خلينا ندخل الحمام. ايوه هنا في مكان. روح روح قدام، روح قدام عشان تتبين شوي. لحظه ليش يصير ظالمه؟ ايوه روح روح اشوفك انا. هذا في طريق هنا كانه. وات دخلت مطبخ. لا بيتزا هنا مطبخ انا يا شباب. لحظه اخذ مفتاح. هو المفتاح عندي صار طلع فيه مفتاح هنا اخذه. حلو طيب بما ان اخذت مفتاح اشوف هذا الباب ما يفتح. والمات شكله مات صديقي ولا ما مات؟ لا ما مات. نحاول نطلع يا شباب. حصلت على المفتاح. وش مكتوب؟ باك ستيج. باب الباك ستيج هذا اللي حصلت عليه انا الان. وات في انيمترونيك هنا قاعد يراقبني. نو واي مان يتنفس. احنا فيها يا شباب، احنا فيها والله. راح فيها. الباب ده مقفل ما في شيء. طيب انزل يوسف وارجع مكان ما جيت بالضبط. لا هذا ما ادري شلون بدا يخوف. تشيكتشيز ادوها تشيكتشيز تشيكتشيز. خاوينا وين هو؟ في روبوت هرب يقول. ايه في روبوت، في روبوت هارب من العداله. واخيرا قدرت اطلع. الان عندي مفتاح. بسرعه روح للاوفيس يوسف بسرعه. الاوفيس الاوفيس الاوفيس. لا اشوفك احد. اتوقع هذا الباب. ايه هذا الباب يا شباب، هذا هو الباب. او ماي جاد هلا والله. كيف الحال؟ واضح انك كنت ضايع انت. سكر الباب لو سمحت. طيب الان وش نسوي؟ ما اعطوني تعليمات. اللعبه ما قاعدين يعطوني تعليمات بشكل واضح. في شيء غريب لازم نحصل عليه. مايكروويف مسجل. وينك؟ في شيء؟ انا قادر اشوف شيء. انا مكتوب في العربه. اي عربه؟ اي عربه؟ ايوه لوها مفتاح. كم ناخذه؟ يس اخذنا مفتاح. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اتبعني. صار عندي مفتاح. نحاول نروح هذا الباب. هنا في كلمه سر لازم ندخلها. اوكي اكزيت. ليش هذا الباب مقفل؟ هذا الباب خليه مفتوح. هذا ما ينفتح. وين يمه يمه يمه؟ والله اشو ما قتلني. قتل خويي. قتل خويي. مالي شغل انا. وسريع يمه يمه. اشو سكرت على الباب. سكرت على الباب. ايوه يمكن هذا الباب. اي نعم هذا هو الباب يا شباب. وش في هنا؟ كهرباء؟ ما في شيء. ادوها الرقوم.
1977 77 اهم شيء لا يصحوا دوله 1977 لا تصحوا لا تصحوا لا تصحوا 1977 1977 او ماي جاد تم الافتتاح مطرقه مفتاح كالعاده حصلنا على المفتاح يعني تحصل على مفاتيح با وش مكتوب بارتس اند سيرفرز كي وات من هو ده من هو ده في دم كانه ماكل واحد ده الله يستر هذا بيلحقنا ذا شكله المهم حصلنا على المفتاح الى باب جديد يا شباب الان نروح نبحث عن باب جديد سكر الباب والله كان قريب خوي كله يموت والله قاعد يموت شيكا والله واجد شخصيات طلعوا طيب الان لازم اشوف مفتاح بعد كالعاده والو behind you behind خلفك يقول لي المهم انا سكرت الباب والله ما بفتحه قريب هذه حدايد انيمترونيك هلا والله صديقي هلا والله وش مكتوب وش يقول يلا لحظه في مفتاح لازم ناخذه هنا وين هو صديقي رجع اعطيني المفتاح عند المفتاح هو حصل عليه طيب افتح ذا الباب يلا ايوه وات واحد محبوس والكسر الرجايله يقول يا شباب ايش يبه غارزمون حاول انقذه يوسف انقذه يقول لي اهرب او ماي جاد معروف هذا اللي في غارزمون يا شباب مسكين العميل السري لقيناه العميل السري اللي في يوسف سكر الباب دقيقه نشوف هذا الباب ينفتح وال او ماي جاد اكلني اكال بلع فنان متنا لازم نرجع ناخذ مفتاح يا شباب ضروري لو 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 نحشه فصح عني لحظه وش فتحوا تشيكا والله هذه كانها تشيكا او ماي جاد قريبه 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 كمان عشوة ايوه لحقتها هي خلت الحقه هي مالي شغل انا لا هذا الباب صح ايوه لو ماسك الباب لازم انقذ دفك بوم اليوم اخذ دفك بوم ده اخو العميل السري يا شباب المهم هذا اللي في غارزمون شخصية يوسف الان بسرعة افتح الباب ودق ريوس لا 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 سريع ترى هو والله انه سريع بحاول اسكر الباب اهم شيء اخذ المفتاح يا شباب ترى اهم شيء اخذ المفتاح يس سكرت الباب شوف يا شباب او ماي جاد سكرت على الباب الان اخذ حاجة اكيد والغرفة تعذيب غرفة دوها المفتاح كمان اخذها يوسف قبل لا يجي لوك اخذته وش هنا صار فيه زيت شكلهم بيحرقوه يا طيب كيف انقذه طيب يا شباب مسكين كسر رجايله وحبسه الله this is weird man بس وش فيه هنا الصور الله عائلة كبيرة طلعت الله انا عائلة كبيرة وانا العميل السري لو سمحت ممكن تقول لي فون عميل السري هم داخلين الشخصية في النص المهم الان مفتاح الهروب ده شكله يا شباب اوكي الاكزت الحلو انه هرب الحلو انه مو موجود الان لازم اشوف المخرج ايوه دوها المخرج ليتس جو هذا هو صح يس المخرج وين صديقي تعال يا صديق واو قتله ليش انا علقت قتله يلا تعال انتظره يا شباب انا انتظرك ايوه جه صديقي اي كابتن تعال شافني ليش الشخصيه ما تمشي فجاه تعال يلا يلا دوها المخرج ليتس جو طلعنا هربنا يا شباب فلحوا او ماي جاد وات احترق كأنه احترق المطعم يا شباب اي والله احترق حرقنا المطعم فزنا ولا انقذنا يا الله وش المسخره يا شباب حرقنا المحبوس المفروض ننقذه كيف نتركه داخل احترق اياهم وليام خلينا نقول يا شباب الشخصيه هذه اللي تبع غارز مود هي وليام افتن الحين وش اسوي؟ خلاص انتهت اللعبة. عموما الشباب الى هنا راح ننهي المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا. لعبة غريبة عجيبة بصراحة وتضحك. ادعس لايك الان، فعل جرس التنبيهات، ونشوفكم ان شاء الله بكرة بمقطع جديد ورهيب، ومع السلامة.